لا بيتزا جاست الخفة دغيا دغيا خف فك فك دغيا توي دي كا عايش سمين وعايش سمينين وعايش كمل الحمد لله ولا تكمل مي وني تحيب بان الصلاة تحيب بان في المتعة وني في المتعة يعني واخا الزوج 5 صلوات يعني النوافل ويت غير ميدير اللايف دي تيك توك فهمت واه تخي ميدير اللايف دي تيك توك اللايف دي تيك توك تخي ميدير تسمى مين غتقيم اللايف دي تيك توك ديال الناس ديال 100 صايح تسقاد حتى ميد النوافل ياك راك تيس المتعة واه ما من النفاق ياك راك المتعة ديال الصلاة روحاني النوافل هو التكاري خص سجادة يقع واه تقيم دينا تقد الدعاء نعم سيدي تقيم تقد الدعاء تكاد عاود تعني عاود 2 نهار شاعي عاود مقبر 2 نهار شاعي عاود قبري العصا ما هو واني العصا ما لا واني المغاب جار مغاب العصا اتبدي تعاود تسمى خمي غزت جدر عشا عاود وبدا عاود دي التراويح بقاو كي تيريبو الوقت مش عاش واسن اخويا مش اسديني الصلاه هي اني قديم اني جا النوم المساكين اني قديم من اشتغال الوالده وعتاري لا في ساعه لا والو اني قديم الصراحه اني قديم تسمى باز ولا لا برافو صراحه تفديت سميت كارين عم سيدي وغاسم المشكل وايت حريجي لا في ساعة تاتيار وايت ريجي تكارين عم سيدي تكارين داك التادين نيشا بيرفكت اي حوها من غيك خمين هذه قابل لي تسمى عن 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 تغنات تغمست تكسيد السيها ساس ديها روح حاويت سين كسين ما يهمي حاز جل حذير هيك رفقي صاحبي مخيا عرفش قفقي سيدي من موسم ندي باباش دي مش الوالدين مش من موسم تقاتل بالله قال الاسلام و وجبوني شانس فرونزي الاسلام نو صاحبي مخيا صاحبي جيت نقي مليح ليه هذا في الخوم من صغتي اللي دير خوش كتعتيني دي الوالدين نش وي ماكس فونار خو خاص قعبي استصح ارخو الخو يبدا نديها سواد داي مش سقاني مزيغ نديها دي تعيش ندي السحرة ديها سواد داي توارقني كلشي ديك فونار يا يا زنتك الفونار فحجاش تفهم تسيشيرن مين شنو مثلا القرآن القرآن ليس تصن القصص يعني تو موجودين فهمت وفين شان الكتاب مو الكتاب النوم القرآن ليس القصص مختصرة فهمت مختصر يعني يعني شك مثلا خوم زين ويقان مثلا زين ويقان قارش شنو مثلا الكتاب المقدس بيبل ضام قران ضام قران فهمت ليس تسمى القصص كمرنت خمي غاي السيور القصة من نوح يتسمى 6 تفاصيل خمي غاي السيور زكريا 6 تفاصيل خمي غاي السيور يونس 6 تفاصيل خمي غاي السيور يحيى 6 تفاصيل فهمت داني تي قارش واز ما تسكن الوقت يعني تو السكان دقام الكتب المقدسة السكان تي الكنائس السكان تي الكنائس يتجنمو مثلا ديال اليمن الكنيسة مش سقان مثلا شان الكنيسة تزدمو دي العراق تزدمو دي فهمت الكنائس دابا ماذا تسك اللي تسمى الكتاب اللي يكمل القصص اللي مار تكسيت شوية شوية زي القصص شوية زي إبراهيم شوية زي موسى شوية زي عيسى شوية زي مش السقان زي هارون شوية نوح شوية آدم الواد زي القرآن كيف كيف كسين شوية شوية ميزي من غا السكني تسمى يودان حاط دي بانانس إخوان سو ميزي غا يبن الطراني مني دي الكنيسة ديني وداني قان هذا قاناش القرآن هو توغس وجدنتي أصلا ما حدا تسكن ميزي غادي بانانس إخوانسو غادي يسكن شوية طاراني بديل الكنيسة أر غنزعميش غنكن شي اللي تسمى هاد نجمع بيبل سمين يعني بيبل شكل تعري ديك مر دي كويناس دي دير من الحيوان خصيش الكوري حوري خصيش الكوري حوري يعني يزغد عليه يومين يزغد كسيب فهمت لهذا يتسمى يخضعن شوية شوية سا شوية سا شوية سا سكان موش دورني وهذا الكتاب الخوي دورن القرآن ومن بعد بدا نعاني ندي شوية شوية دقني نحواجني محمد دقني القصص ني دقني نحواجني تسمى دقني نحواجي تسمى فلما قضى زيد منها وطعرا نيغز دقني يا أيها النبي ولا مش سقان وأزواجك دقني قول لأزواج النبي فهمت هنا مرة تسمى يا أزواج النبي لستن كأحد من نساء العالمين تكني هنا مرة يعني الزيادة ما حد تسيد في بالذين شن حاجة محمد فهمت دين شن حاجة محمد
حضرت جيت القصص زعما نيت درت وغادر خدمت، قالت تقني تحوجا نيت وغادر خدمت، تغاب نعمي كاي حدي وسط السوق قناس الحكاوات يتسمى يعني يتعاود واو تي حوجا كاي حدي وسط السوق تخدص انت ولا انت شنو واو سموش تعاود اسمي قارس نقا حقاقات وغاب راهيم يجا يمو يجا يمو يجا يمو فهمت؟ يروح واو ليها ومن بعد سماعر ومن بعد يكاد كيس يتسمى النمرود الناس النمرود اني اتي وين تعاود حاجيت فهمت؟ يا ماشي بودا ديري يمو بودا ديري السيناريو يمو بودا ديري السيناريو فين وفين ما انا موجود تعجمت واحد هني وفين الكتابة رخو ميقان القرآن وفين موجود واتجيبو مش نتوارى رخو يعني ولا يسبو يا أيها المدثر قم فأنذر ممكن قاضي شند يا أيها المزمل النيد قاضي سيجي نغض سورة التوبان نغض سورة الأنفال يمكن تغضي بعض القصص واحد سورة الكهف الدقنية مش سقاني سورة مريم سورة نوح سورة هود المهم القصص ومن بعد منين وفين تسجن اللغة نغني تعاجمنت تعاجمنت غا اللغة غا عرفت غا العربي رميس تعاجمني تسمى سقانتي على حسابي تسمى هذه سيري شوية ما حدا دي عذري طاراني مني المسيحية ما حدا دي عذري مسيحيين عربن فاهم دايني ولا ايه مسيحيين عربن زي الزجن زي بن طاراني ومن بعد يدوري يعني شوية شوية عني ندي شوية شوية الطوارة شوية شوية خمان اني توي الوقت يعني قاس سوار خرقان وخرقان وزي صحيح وزماتي دي وش ينجموني إلا شيء ينجم ويتسمى مخرخر شيء ينجم غاسر عقل وزماتي دي وموني شيء ينجم غاسر عقل يقارش تيك تسوى واه دي القانون من يوز دي التطور وهو الدين عشان ناس سور ناس جرنان سور في الأخلاق وش تفهم مليح مرات وغش دين الحضارة وش تفهم مليح ما مش تستوقع الدين ما مش تستوقع الدين ما مش تستوقع السياسة قا نفس في سينف تتسمى توزد في سينف توزد السديريك تتسمى توزد توزد وهو نشين نحداش غانغ مصلحة ومن بعد يوداني ما حدا تسقى عن المصلحة اني دور نشاي نولان تفغ ناس نزيل المصلحة اني تفغ ناس اني تسمى خر قانون اني الدين دور نساقوا ذني ودان سدين صلى الله شم حاج تمو ومن بعد ودان فاقن عاوذك الدين دور اني تسمى واتقوز نشاي زي ما نايني ومن بعد دور كسين الدين اني قنت ذي القانون الدولة قنت سكا عقوبات يعني اي من المخاص يفق دور ذي العقوبات تسمى والسيستيم شي سيغي دان امتد البداية النص فهمت امودي بدا السيستيم تدي جن النظرية يعني تيتواري غنش دي نتص النظرية ولكن تيتواري غي تسمى نيشا وجبوا الإسلام وعلى الإسلام ديفو دي ديفو دي الدين وهو خميت غا تسيت في دي السياسة غا تسيت في دي السياسة صافي الديات صافي الدين اللي داك كورت اللي الديكتاتورية بقت غا تشن حوايج قاس اللي خصي شد أمو يخص خالق الكون يخص تقدامون يغاش تقرامو لا تسيت في القوانين صافي تسيت في القانون اللي هو الدين وغا تقول علاقة الشخص عاز العلاقة المجتمع يوجد الدستور التشريع يتنظم الأمة يتنظم الدولة يتنظم الشعب ومن زين من زين نشتعجي بيه تناقش غير الإجماع حاجتي دي تجي الخلاف وليس نقاش خشا خوش بس ما نناقش لكم سلم ذي الإقامة ذي بلاد الكفر وكي ذيس الخلاف ذي شي قانوه ذي شي قان لا ذي شي قانوه الشروط فهمت؟ مرة توفان تيك الشروط مني مرة وديك توفان تشقل لا لين شي قان اللي خصك تراح ارغس كمر دي تسمى المصلحه نشوها يعني تراح تخدم مثلا ني راح تغاد تكمر تغوري ني راح تقدم فهمت لين قان لا مسموح هذه تزدر وتجيب المشكل الا وتكسي تبول الجنسيه نسل ويري تسمى شكراك تمكن زيد الدين تيل واش تفتنش يعني القضيه دي سي تسمى يعني ديس سيعه يعني تخلعش كمين تخس خميتي لي الخلاف يخلعش كمين تخس يزيد تعجب مش الحاجة اللي تجي الإجماع الحاجة اللي تجي نتسمى اقتاقت يعني بلوس والنقاش شنو تسمى دور نتصر خوم ما رضفاني تسمى دين جن حاجة قانس تتبع الرخص فهمت تتبع الرخص وهو مش مريع عجبي مثلا يجن مسألة مثلا تعجبي دي المذهب المالكي حاجة تسيغزي الإمام مالك مريم الحاجة اللي وإجن حاجة النغني ويت عجيب شادي دي المذهب المالكي ولكن تعجبيت إني دي الشافعي على حال كثير إني دي الشافعي من الإمام الشافعي فهمت؟ وقع ناس تتبع الرخص
لا يجوز نورمالمون تسمى الإسلام، ولكن زريغ الأغلبية الخوت تبنت، ومن بينهم رد أبو شيمة الخوت تبنت، رد أبو شيمة تبنت، يعني أبو شيمة يبدل الطاس تسمى زي الوقت اللي باطاك على الخو، يبدل الطاس تسمى دين الطاس حوايج تسمى يتراجع دايسان، تيدور لان تيضفع الرخص، يدور لان تيتخالف الإجماع، يدور يعني جمعة السور داخل يعني السور خصالة سجن الطريقة غادي تعجب قاع خاص من استديو، لما يستوي اختار لك الصلاة يستوي اختار لك الصلاة سري غاس يعني، وسجل الخشا وغالي بو تسجل مش حاجة، ولكن سري غاس عالم غاس ما غاس مني تخدش غاس مني قاعد مش الهدف ينو مش الهدف ينو تسمى ميخسي ورغي الناب، وهو خصنا تسبين بالله يتسمى الجمهوريين مثلا يغضي حراكي خصنا تسمى بالله قادين اول ويدا سنت كناك الشوط ديال الجعرات وي اكيد سنت كاني ودانا قرخو مشكل تكالا داك كيسن قرخو نش 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 لا مونتامي نش واعر وش واس نش قصة ورغو نش 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 يعني سلوسي غفن قيدين خل الحروف وجبو تسمى قاغبي لا قاينين غاس نحقني غوين غاس نحقني غوين غاس نحق نو كوري الجن مقتنع الاهداف النص قيخدم خاسنت تعاون تعاون عبي ايون اينا مارا متسمى قاخدم لاجل المصلحه يعني الشعب يتسمى لاجل المصلحه مويد وداري فيه شو اسمع سبد غاس كيغاك الشوط ديال الجارات نو عماس فهمت ارغي يثبت العكس ارغي يثبت بلا انت ويخدم شيء تسمى المصلحه مويد ميت راه يثبت بو العكس السيد يخدم اش غادي يخدم فهمت عقد مثلا شنو يوبان دوز الظروف انت قد تعاود انت قد ولكن ما راه يمين يدا برافو خاص يدي جو صوريف واز ما فيك اي بنادم واز ما فيك ايها الناس اه صوريف اللي يدا مثلا دي الجزايا يروح على الامم المتحده برافو صاحبي واش نحشت هذا وضع رغم انه انتقد خططت من حوايج تسمى السور خاو السور خاص ولكن بنادم خمي غيدي جن حاجه جن مجهود فهمت جن مجهود يتسمى المجهود اللي يديه خرج من الخلفيه من الاهداف الناس يخصك يحقق انت اذا السيده يخدم قبل بس داك الشوط ديال شعر ما يصرقد ماريو الزرخا ماريو الزرخا خاص ديبان فهمت ما يمسخ سبد ولكن مي خصها ديني غنش وهو اول ويدا سنيت كناك الشوط ديال الجارات قاد الدين وتجيب ودن الشين قال الشين وانتشكيل بو الخطر في جمهوريين ني في حراكيين نو فهموا باش تفهموا باش العلماء الدين اذا ميت كناك الشوط ديال الجارات يكني ودي الاهداف نوم ما نشوش غريب والهدف نشوا مش خاطيني ولكن الصور ولا فهم في جمهوريين دي حراكيين خصني نسن بالله نهني من ما كاين جو صوريف اداس صحابه يعشموا ما تندار الغفه ما يمي لان صحابي عشمورا غاسن الاتباع راني ثنيا ما ثوما توارن سني وزن بوركي الاكثريه الاغلبيه يري في يندي مسلمن يعني اذا نتقى غاشك الشور اللي دي جار تقوى تزم ما توضغ الهدف مش كو قاع ما توضغ الهدف مش ثوما غاكاك الشور دي جار غاك الشور اللي قاشت الدين فهمت الخونش مالك كاع انتقد مثلا يتسمى حراكيين ني غنتاقد غير تسمى جمهوريين قا جمهوريين وجين تاقد يعني قا غاسي خصها تلقى ماركات ممثلين مشا نو خصها ديريني ودانا لانه دواز المجتمع دواز المجتمع ينشحن المسلمين تعيش ندي الامن ديال الامان ومن بعد تكاش كاسنتيني ديال لا ما سنتكس ديال الامن قال الامن هو قال الامن دوني كلشي سمين يعني ما تحضر تصدى ثومات وتسند وخرج دغيا تفنى شي غاس قال ورنش دي ثم استعوانش تقاسي وقد يفشن الجنذي سمين عن الامن قال امن دون نيد الحياة تثومت قال ما كلا ما تشد من ما اتي سيت تسود من امن من ما تفتح من تسود والامن الامن صاحبي قال قارش كل امن الدولة تعيش ندي الامن يمسل من تعيش ندي الامن تمارس دين سندي الامن شكت كاد خصاص نتزعزعاد الامن قال شرعا لا قانونيا حار كيف كيف فهمتي واش ما تسقن هذا الشكل حتى زاد تسقن هذا الشكل مثلا الدوله اللي غتسقن على رخو مثلا دكان شي وخاصني ندير واقع يوقف زهره صاحبي قام تعيش قد كاف سنخان قوانا خشين بول حقوق نغي قارش لا الرسول ان شو مروا خشين بول حقوق نش صباع خصك تقدري الرسول ما داش يقال امن دي جا مهم قال خو جي السوره مو يجي قايم فهمتي
ده يتسمى واد المشكل يتسمى غاسن غير حراكيين غير جمهوريين. واد المشكل غاسن نينا ينا نيس دي تاوين يتسمى دقان النصوص فهمت؟ ينا غاجة الأغلبية وتصور كي دير خوشك يعشح الجنس جينا قام ما رخص تصوت يخمي خاص تصوت دير خوي الجنس يسحابي عشموري ما رات تدفع الأغلبية بركي الأغلبية اللي فين دي مسلمن يوا تصورينا ما را صوتن صوتن خمجة سقان خ أبو شيمة مثلا هو الشيخ أبو شيمة صوتن خاص واش أبو شيمة ماشي القانون العلماني للدولة ماشي القانون العلماني ماشي القانون الإسلام إذا مين تبدل الدنيتا أخو مين تبدل مين تبدل الحمار باغي ورني مين تكسب خلاف القانون قطع هذا قام وجود دير المغرب رخو عاد وقع عاد دير المغرب منو عاد شد رمضان منو عاد مرشد منو عاد تمغات تمغرب شت تمسرين تتمر شعر ومي منو عاد تسمى منو عاد تين منو الوراثة قطع هذا مني قانون الوراثة قطع هذا مني تمغات تكسين سنايفرانيك كيف كيف اذا مين تبدل اذا مين دايت تويد جديد هذا المشكل المشكل وهو مين دايت تقدم الجديد مرا نفسي ودان بركي خصت بنيد خصت الخود دا خصت بنيد بنادم دام زواق ملي غتبني الدولة قال خو غاك المشكل دي بنادم فهمت غاك المشكل دي بنادم وهو بنادم عادي تسمى عاطفي عاد غاس القداسة عاد يتقدس يتسمى جن الدين يتقدس شن ودان بركي قانسة قشها من إن الله من إن الرسول يعني ما ريت تقعد كيش غاجن الحزب زقينا هل استكسر حقي الحزباني ايوا هاد ديكتاتورية عاود الدولة ديكتاتورية مريت كسلاس نحقي تسميني هنا يصحابي عشموري مسلم من هنا وتقن وتمارس نبو السياسة قادة الديكتاتورية عاود مع وهذا النظام العلماني وهذا النظام الديمقراطي اخسرني ناس مش حق نسن لاني ناس ندي حزب انسان لاني هنا اترشح لاني هنا الانتخابات اذا ما اترشح لخوينا الانتخابات زيد زعما مش توري وكيش داس نشكات سمح نقينا اسمح ندقي الجني تسمى الشناس قال الله قال رسول الله ينفعيت ندي الدين نسن اثني سيت الجن قد واد السبيل نسن اذا غير في الجن هو ما راه صوتنا اش خاص من المعركه اذا ران الشي المهم يخصني يري تولي نشي نشي هو يجان لا منتميين ران الشي المهم يخصني يري ما يمي نشي مي هالدورنا نشين دورنا هو ما ننتقد الافكار ما حندير خدمني السيد اللي ما راه تنتقد داس الفكره خميت تنتقد شين الفكره داكور زي شويه تحسن غاحسن حسن عاد كثر فهمت ماشي ما راه تنتقد تغي ما يمني ما راه هو تحري تغي ما يمني وتحري الفكره اللي مادام استفاد زي سبب النس يضر زي حد المغني انت ثقت عاد موجوده واجوت غيكسن يخصك تنتقد الفكره اللي اتسبين من دايس دعفان ما حمد السيد اللي غادي يطور الفكره اللي ما تيار حسن هذا القانون اللي غادي يبدل تصور شكل يجي القانون مثلا القانون الرخو مثلا ديال المغرب مش سقان ما من وعد الشدي تسمى القانون 200 من وعد الشدي بار ديال علنا دي الشارع دي رمضان تصور قانون يتسمى مروادي بيودان تنتقد انت أمو غيقيم ممنوع أمو غيقيم ممنوع ميت غيبدر وتصورش ميت غيس انت الحاكمة تبدر ميم انت ودي يوسي حد سين القمانية دعف ميت غيبدر 222 ميت غيبدر معارضة الصح فهمت اي قد ودت الدور المعارضة تود الدور وهو نش انتقد القانون ما حد يبدر دي دور ديجن القانون حسن زكني ربدا الانتقاد يتعرى الحاجة زي حسن غا حسن عاد فهم ذي؟ ماشي مروا دي نبو الانتقاد عثا الدولة ديكتاتوريات قارش نشوى ذي تنتقيد شها اللي مشناو الإسلام كيف الإسلام يوم نس الديكتاتورية قارش شوية تنتقد صعف نشوى خصوبة دي تنتقد سقا إسمع وأطيع ولي الأمر صعف قدر هاد إذا الميدا شي قاد الإسلام يقال واش سقاط صباط طايح لي خسرني شو تفغ بوخ الحاكم لا تخلع وتكسبو فوس نجزي زي الطاعة زي البيعة ما يمي ما حد يقيم نفسي تسمى السيستم والطواري شاع
الاسلام يوسد هذه السجمه الشعوب تجمدن تجمدن خيج الحقبه توقع 1400 سنه غتقي ما مني وتبدي الشعب واز الدور الاسلامي غادي يدوس يوسد هذه الجر قانون يتغي جن الوقت يعني غادي يقيم نفس القانون اري الخو واخا كان داك يصير خو يقيم شي قانوني ولكن عاد يعقب من مما يفجد يعقب نفس القانون خو غاتبو الجهد على الاسلام وغاتبو الجهد اللي غيتوا تطبق ولكن من مما توقع راس الجهد غادي يعاد نفس القانون الوقت يعني تصور كي خوش كتعيش دي الدولة سكوارا تصرخو الدنيا ولا لا لهذا الانتقاد يصبح صاحبي قال انتقاد من الخميس انتقاد زيت جيش العدو نو قا خميس تنتقاد خميس تنتقاد غني تنتقاد الافكار نش زاني تخسر تسند بالله قانش نش تحبي خش عادك تخسرش في عز خافي ولكن مش خافي عزني وذا المارة قد تنتقاد خش لي صالحي وذا نغني ما حنتش كتقدم الحسن عاد توقع المنافسة خميس تنتقاد بنادم تنتقاد الافكار الفكرية الفكرية ما لا ديس من غير انتقاد يعني الانتقاد بناء وجيل انتقاد قال حاشت اني واحد حريمه يمي واحد الصينه نو بناء دانيتا تيري المنافسه تيري المنافسه ويد غي دنشان قانون احسن عاد اصلح للامه فهمت نشوا استفيد والو شو استفيد غير حاشت ما استفدوش هو غالي ليه الهدف وخصبوا الجمهوريه ولا غير المطالب شنو هذا سؤالو شنو زون الشاش القزمور وما نصيوض نهار نخمي غير ما صافي وني تقدر عاد امي وين ضاعت القفاش ما يديرو حل يسقي كي خصي يكي تيكي وبعد الهدف اسا ما تمشي زيكي غير اللايف ني يعني ما حدا تسبين غبي لا انا نتخسم يتخسم تستغلم صحاب وين في عشمولا يتخسم كني وداهم كشن الشرعيه قا وداهم تيشنبو الشرعيه قانا ومن دايز دي الإسلام ها قوم الإسلام من دايز يعني أول وإذا هم يتقنك الشرط دي شعرت هو دي بابا زمة توضط ويقصع زمة يقصع هذا هم غاك الشعبي غاك الشعبي تمن شن الخرافات شن تقدسي انت مستعد خاص انت يمث اش كنت تستقديش النظام علماني أستيني المساواة بين من يقبري ديث مواطن الكفار اوكي واخزا شغا ومسلمي قبر من يديث مواطن الكفار فكي تموهن الكفار تموهن ميدن يوس ديو في تمني أصلا لا ولكن مرة تموهن الناس عشان واش يقبر شاء فهمت؟ مرة دي موهن الناس تقين القوانين خد تصور شكل قانون التوي القانون موروبا ما تحط بقضة تقزي دي مش أسقان غانا واش يقبر شاء قارش تنين شن دي مسلمين ما نتقاتش تكدقني هذا حديث كسنش فنارة زي مش أسقان زي زي المكاتب الإدارية ما حسك منوع فنارة منوع الرموز الدينية دي المكاتب الإدارية دي المؤسسات الإدارية ممنوع أتقدر رمز ديني ممنوع دي شان الرمز شان حاج تمو مثلا مشنو الحجاب مشنو الصليب مشنو أش قبر قوة أش قبر شيء قديم سر من يقارش إلا فنارة ختيري لا ما تحتكس أشي نقاش تكس فنارة إثم غاري ولكن مرت بقنت ذي الجروب وأقدام وجود أصلا ربع ذي موشل هل ذني تسمى أن الناس وقعش الحاج لا فكي تم وهميد نقارش وهم وهم سرق أشي نغاس نديو سيني من غامت لو حاج جين وخذ مغاشا نخذ مثل نغني بعد مش من الإدارة بعد خامي المؤسسات الإدارية مين من غيرتش من ذي التعليم نغذي فهمت ولكن يقبريت قبريس بوركي وبليجي خاس ما يمي بوركي طموه مد ماش هذه طموه انت تومت واي قبر شا القانون العلماني الدولة العلمانية واتي قبر شا ومسل إلا ما رزقي ذا سمان ذا يمي خدي صايح واش ذا سمان ذا بنادم خصو دي بينصا شويه غير بعيد فهمت قاد جيبو يعني كان السن بالله واه توقع شد يقصح صوات شبه مستحيل هذه وقع منيا فهمت شبه مستحيل ديري اول اثنين شني ان خلقناكم شعوبا وقبائل رزقنا ومن ايات الله ان جعل لكم السنتكم ولا اختلاف السنتكم